الفنان الجميل توني ماهر، بنرحب بيك النهارده في تكريم دكتور اشرف زكي. وانت جاي تقول ايه النهارده دكتور اشرف زكي في تكريم؟ جاي اقول له الف الف مبروك يا دكتور على مسيره كبيره من العطاء ومن الانجازات ومن المواقف المهمه والمواقف المؤثره في اوقات صعبه. بتمنى له مزيد ومزيد من النجاح والتفوق. وانا كممثل فخور النهارده انه دكتور اشرف زكي هو نقيب المهن التمثيليه. بتمنى له زي ما قلت لك كده مزيد ومزيد من الاعوام ومن النجاحات. شايف دكتور دور دكتور اشرف زكي ازاي يمكن في اكاديميه الفنون وبالنسبه لكل الاجيال بتاعتكم اجيال الشباب؟ انا شايف دوره كبير جدا جدا، لانه كمان قدر ينزل للشباب الجديد او المواهب الجديده اللي لسه الممثلين اللي لسه بتبتدي طريقها، وقف معاهم ساعدهم. انا واحد من الناس عمل معايا كده. انا النهارده جاي اقول له شكرا، وبقدم له رساله حب ورساله امتنان على كل المواقف اللي وقف فيها مع مش معايا بس مع جيلي كله. مهرجان القاهره السينمائي المفترض هيكون افتتاحه بكره ان شاء الله، توقعك ايه ان شاء الله؟ والله انا رايح اتوقع انه يبقى افتتاح على قد المستوى، وده لانه احنا كمهرجان قاهره سينمائي ده يعتبر من اقدم واعرق المهرجانات في الوطن العربي كله. اتمنى الافلام اللي موجوده تكون كويسه وتعجب الجمهور، ده لانه كمان معظم الافلام اللي بيختارها استاذ محمد حفظي هي افلام صعب ان انت تتفرج عليها في اي سينما او على اي موقع يعني، فدي بتبقى فرصه ان انت تتعرف على مجتمعات والصناعه بره مصر عامله ازاي. مقارنه مهرجان الجونه دايما بمهرجان القاهره السينمائي، شايف ان ده ظلم لمهرجان القاهره بسبب الامكانيات ولا لا؟ لا، انا شايف انه مهرجان القاهره السينمائي ده المهرجان الرسمي بتاع مصر، يعني ده ما تبص على الاجندات الدوليه بتاعه المهرجانات هتلاقي هو ده المهرجان الرسمي اللي بيمثل مصر. طبعا مهرجان الجونه مهرجان كبير، وزي ما انت قلت كده الامكانيات كبيره فيه، وده على فكره يفيد عمره ما يضر، يعني اما يبقى عندنا مهرجان واثنين وثلاثه دي حاجه كويسه جدا. تقول كلمة لياسر جلال تقول له ايه؟ اقول له انت فين؟ انت فين؟ في عيال على اول الناصية بيضربوني، تعالى تعالى اتخانق معايا. انا بحبه جدا، بحب ياسر جلال جدا، واتمنى ان احنا نكرر التجربة اللي عملناها قبل كده مع رحيم. ربنا يخليك. هنشوفك ايه بقى الفترة اللي جاية؟ عندي أب أثر رجعي، ده بلاتفورم نزل خلال الفترة الجاية، وعندي الفيلم بتاعي أول فيلم سينما بطولة يعني مع مجموعة كبيرة منها أستاذ بيومي فؤاد وصلاح عبد الله وأستاذ صلاح عبد الله، ورمضان بقى لسه بإذن الله.